اكتر من متر، والله العظيم اكتر من متر. فيديو عن الشعر، فيديو عن الشعر، يعني بقالنا سنين ما عملناش فيديوهات عن الشعر كده فيها كل المعلومات اللي انتم محتاجينها عشان تطولوا شعركم. بالنسبه اللي بيدخلوا يقولوا لي نيره مش لاقيين مرجع ندخل نشوف منه روتين شعرك الجديد، بتعملي ايه، بتطوليه ازاي، بتعالجي التساقط ازاي، بتعالجي اضرار البروتين ازاي. في الفيديو ده هتعرفي ازاي تطولي شعرك اكتر من متر، والله العظيم اكتر من متر، خلال فتره زمنيه قصيره جدا. يعني لو مثلا هياخد الموضوع معاكي 5 6 سنين، انا ممكن اخلي الموضوع ده ياخد معاكي من سنه لسنه ونص. احنا بنتكلم على متر، مش بنتكلم على كام سنتي، انتوا متخيلين؟ طبعا تمام. طبعا شفتوا في الصوره شعري كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. كل ده من الخطوات اللي انا هقول لكم عليها النهارده. لايك على السريع، اشتراك للشانل طبعا لو اول مره بتشوفيني، او لو بتتفرج عليا على فكره من غير اشتراك، عشان بيوصل لي ان 80% منكم بيتفرجوا عليا من غير اشتراك. ليه اذى وخلاص يعني؟ يلا بينا نخش على الفيديو على طول. احنا عارفين ان في الزمن ده صعب جدا ان انتي تطولي شعرك. انا عارفه ان الميه، الاكل، الفاست فود، الحاجات المغريه الموجوده في الزمن ده صعب جدا تخليكي تطولي شعرك، لان الشعر بياخد اخر الفيتامينز الموجوده في الجسم. يعني مثلا لو انتي محتاجه النهارده مثلا 2 جرام بروتين، فجسمك بياخدهم الاول، ولو اتبقى ربع جرام بيوديه للشعر وللضوافر. طيب انت اصلا ما بتاكليش بيض، ولا بتشربي لبن، ولا بتاكلي جبنه، ولا بتاكلي فراخ ولحمه، عامله نفسك ما باكلش بقرف بعمل، جسمك مش بياخدهم اصلا، وانت مش بتسددي احتياجات جسمك. سو شعرك هيطول؟ لا. بتصحي الصبح تفطري بقهوه، وبعد كده تاكلي سناك مثلا حاجه حلوه، وبعد كده شيبس، وبعد كده تفطري بالليل، تتعشي بالليل جبنه وشاي فين الاكل الصحي في الموضوع؟ شعرك هياخد ايه؟ احنا اوريدي كده اخدناه. فما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، واول ما تصحي كده خدي فطار صحي. يعني خدي الفطار يكون فيه بروتين، يكون فيه مثلا نشويات صحيه زي البطاطس، يكون فيه شويه خضار. يا ستي مش بتحبي الخضار، عندك جرجير، خيار، طماطم، تقدري تاخدي حاجه منهم هما الثلاثه، اي حاجه. السناك دايما خليه اما حاجه فيها بروتين، حتى السناكس دلوقتي بقى فيها بروتين الحاجات الصحيه، اما خدي فاكهه. الغداء لازم تحطي شويه سلطه قدام منك، حتى لو سلطه خيار وطماطم بس، وتحطي بروتين طبعا. نشويات بقى عندك رز او مكرونه، يفضل الرز، لو مكرونه خليها سلطه والاكل، الا لو انت عايز تاخدي كام معلقه مكرونه. تمام. العشاء برضو زبادي، الزبادي مفيدة جدا للشعر. فخلي الاكل بتاعك يكون كويس، مع الاستمرارية هتلاقي نتيجة، بس شرط ان الاكل بتاعك يكون كويس. احنا بنتكلم في واقع يا جماعة، يعني انا مش بقول لكم نصايح كده هوائية. المية على فكرة، اليوم اللي مش بشرب فيه مية كفاية انا بلاقي شعري هايش وجاف جدا. يعني مش فاهمة بيبقى ايه اللي بيحصل حقيقي، بس انا بقول لكم ان الحاجات دي كلها بتأثر على شعرنا. طيب على مدار الايام، على مدار الشهور، على مدار السنين، هتلاقي افضل نتيجة انت ممكن تحتاجيها في حياتك كلها. ده بجد، فخدوا الكلام دي من ثقة واحدة كان شعرها كده وعاجز. والله يا جماعة قعدت 6 سنين احاول اطوله، ما كانش فيه جدوى، كان بيطول الحتة دي فقص الاطراف كأنه ما طولش، شبه عاجز. وكان في اكتر فترة المفروض شعري يطول فيها، اللي هو مثلا من 13 سنة لحد 17 سنة، المفروض كان الفترة دي اكتر فترة شعري يطول فيها طول رهيب، لان دي فترة النمو، وكل حاجة بتكون نشطة في الجسم، وكل حاجة بتديكي حقها. فلو انت زيي بالظبط في الفترة دي، نبدأ باول حاجة واكتر حاجة سحر للشعراية، واكتر حاجة هترجع لك شعرك زي ما كان، واكتر حاجة هتقوي لك شعرك حتى لو شعرك عمره ما وصل لاخر ظهرك، هو حمام الزيت. خليني اجيبه لكم واجي. حمام الزيت تقدري تقولي عليه سحر للشعرايه، بجد بيقوي الشعر جدا، بيرطب الشعرايه جدا، بيطول شعرك، بيعالج التساقط، بينبت شعر جديد، بيخلي شعرك شكله هيلثي، سحر للشعرايه. انا مش عارفه ازاي في ناس عايشه من غير ما تعمل حمام زيت. بجد في ناس تقول لك لا حمام الزيت بيوقع الشعر، ومش الشعر حمام الزيت مش لايق على الشعر الدوني. انا بقول لكم حمام الزيت هو افضل علاج للشعرايه، بجد افضل علاج للشعرايه. طيب ايه نوع حمام الزيت اللي انا استخدمه؟ ما اميرة انا شعري دوني جدا. طيب شعرك دوني ارجان وجوجوبا، شعرك جاف
كوكونات اويل طبعا لعلاج جميع مشاكل الشعر. طيب انا شعري دهني بس من فوق، ومن تحت شعري جاف، بستخدم تحت كوكونات اويل، وبستخدم على فروه شعري اي حمام زيت عندي. بقى انا شعري كده كده دهني، فبحتاج بس شويه صغيرين. افضل حمام زيت استخدمه لشعري عشان يرطبه في نفس الوقت برضو الاقي شعري طول بسرعه جدا؟ انا استخدمت حاجات كتير يا جماعه بجد وجابت نتيجه، زي زيت سيسا، زيت التمانية سنتي، زيت التمانية سنتي وزيت سيسا الاحمر. يعني استخدمت التمانية سنتي مع زيت سيسا الاخضر ومع زيت سيسا الاحمر، تمام. واستخدمت زيت البصل برضو كان ممتاز بجد. واخر حاجة بقى بستخدمها هي الاعشاب الهندي دي. الاعشاب الهندي دي من عندي انا ببيعها، بس حاليا مش موجودة، بقالها كده 5 شهور مش موجودة، مفيش استيراد يا جماعة للأسف. بس لازم تتابعوني وتكلموني عشان اول ما تنزل ابقى اجيبها لكم على طول، لانها تحفة مفيش زيها بجد. مفيش حد اصلا في مصر بيباعها غيري تقريبا، مفيش حد بيجيبها، بس بجد بجد تحفة. انا حطيت فيها كل الزيوت اللي كانت عندي، زيت كوكونات، زيت البصل الهندي حطيته هنا، في زيت كان علاجي كده اشتريته، مجموعة زيوت مع بعض كانت من براند فيرست فوك تقريبا او فيلا كورد مش فاكرة، حطيتها برضو هنا، حطيتها معاك وكل الحاجات دي، فاتعمل لي خلطة زيوت رهيبة. الاعشاب الهندي دي بقى فيها ايه؟ فيها الاملج اللي هو زيت الاملة، وزيوت كده انا بصراحة مش عارفة اقراها لانها بالهندي اهو، اعشاب. يعني الاعشاب دي بقى اللي بتتصنع منها الزيوت الهندي اللي بتتصدر لكم. فانا عندي الاعشاب ذات نفسها، انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، خطيرة خطيرة. فدي اول ما تنزل لازم تكونوا متابعيني عشان اول ما تنزل احجز لكم على طول، لانها بالحجز، فلما بيجي لي كمية تخلص على طول فورا. انا جات لي كمية، ناس كتير خدت وناس كتير عايزة منها تاني، بس للأسف هي مش موجودة عندي الفترة دي للأسف للأسف. بس هسيب لكم لينك الاكاونت الشخصي بتاعي، اول ما تنزل على طول هحجز لكم الاكاونت الشخصي، ادخلوا قولوا لي ادينا رقم الشغل بتاعك، هديكوا رقم الشغل اول ما تنزل على الستوريز بتاعه الواتس بتاع الشغل، تطلبوها فورا، لان دي من الحاجات الاساسيه في اطاله الشعر. طيب دي مش موجوده، هعمل ايه؟ زيت سيسا موجود عندي برضو، زيت التمانية سنتي موجود عندي، زيت مغذيات، زيت الياسمين، زيت الارجان الهندي، بصوا عندي كمان زيت الحشيش الافغاني، الافغاني الاصلي. عندي زيوت يا جماعة رهيبة، في زيت عندي افريقي جديد ده بديل المينوكسيديل، خطير وهمي بجد. وناس كتير قوي شعرها طول ما شاء الله من الزيوت اللي انا ببيعها، لان يا جماعة ببيع الاصلي دلوقتي. وعندي زيت ال 108 عشبة ده طلقة في اطالة الشعر لو انتوا برضو حابينه. طيب تاني خطوة بعد حمام الزيت بتكون مهمة، نوع الشامبو اللي احنا بنستخدمه. اي نوع شامبو مفهوش سلفيت وصوديوم، بس لازم تستخدمي نوع فيه سلفيت وصوديوم بين كل حين ومين كده، يعني كل فترة لازم تستخدمي نوع فيه سلفيت وصوديوم عشان ينظف فروة الشعر كويس. النوع اللي انا بستخدمه حاليا من ايفون ده ادفانس تكنيكس، النوع بينظف الفروة وكل حاجة بس بيجفف فروة الشعر سيكا. بس انا غالبا ما بستخدمش الانواع دي، انا بجربه الفترة دي، بس انا بجيب طبي اكتر، بجيب طبي اكتر واحسن وافضل، تمام. الطب دايما يكسب في اي حاجة اكتر كمان من اي برودكت. يعني انا لو اتحطيت مثلا بين شامبو طبي وشامبو هندي هميل للشامبو الطبي، بس لما في شامبو طبي اول حاجه هروح لها هو الشامبو الهندي. فنوع الشامبو بتاعك تخلي بالك منه، لان ده حاجه اساسيه برضو في الروتين بتاعك. تاني خطوه، وناس كتير قوي بتقول مش مهم، طب ما استخدم ماسك، ايه اللي هيخليني استخدم كونديشنر، هي زياده فلوس؟ لا، دي خطوه اساسيه في ترطيب الشعرايه، دي الخطوة اللي ممكن تخلي الماسك يتشرب اكتر في شعرك. انا بستخدم الكنديشنر ده من كلاري الفترة دي، كلاري براند مصرية كويسة جدا، خلصت نصه على فكرة في مرتين، دي كده غسلتين بس لشعري، شعري طويل بيحتاج كمية كنديشنر محترمة. الباكج بتاعته محترمة، مع الناس ما بتحبش الباكج دي في الكنديشنر، بس حاسة انها باكج حلوة قوي، احسن ما اقعد اعمل كده والدنيا تكون مش افضل حاجة عندي. لازم تستخدمي كونديشنر يكون طبي ويكون كويس للشعراية، مش اي كونديشنر هنلاقيه نجيبه خلاص. برضو المنتجات الهندي تحفة 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 في الكونديشنر والحاجات الترطيب دي. عندي برضو البلسم بتاع
كيش كينج لو حد عايزه رهيب، وانا ان شاء الله هجربه الفترة الجاية برضو معاكم. بس ده بجد حلو قوي برضو، يبقى لازم نستخدم الكونديشنر. اهم حاجة في الروتين بتاع الشعراية بتاعتك هو الماسك بتاع الشعر، لازم تستخدمي ماسك للشعر، ده اللي هيخلي شعرك يكمل بقية الاسبوع بشكل كويس، وهيخلي شعرك يقلل منه الهيشان زي كده بالظبط. على فكرة انا شعري بيهش بطريقة رهيبة اكتر من كده بكتير، اللي مخليه طبعا المظهر ده حمام الكريم وحمام الزيت، الاتنين دول هو اللي مخليين شعري الهيشان بتاعته قليل، وكمان التساقط بتاعه قليل. الشعراية بتتشرب الماسك وبجد بتستفيد منه اقصى استفادة، انت مش بتكوني ملاحظة، ولكن مع الوقت هتلاحظي تحسن في ملمس الشعراية وتقليل التقصف والهيشان بيكون سببه الماسك بتاع الشعر. الماسك ده برضو من منتجاتي، ريحته وحشة ولكن الفعالية بتاعته طلعت ممتازة، وفي بنوتة كمان طلعت مجرباه قالت لي ان هو جميل قوي قوي قوي، والإفكت بتاعه تحفة على الشعراية. تمام، نيجي بقى لخطوة مهمة جدا وهي الفرشة بتاعتك. انا الفرشة دي سيليكون برضو من منتجاتي جماعة، انا بدلع نفسي بمنتجاتي على فكرة، ده دليل ان منتجاتي قمر يعني. الفرشة دي سيليكون، تمام، انا بحب استخدم الفرش الخشب وبحب استخدم الفرش السيليكون. طب ايه الافضل؟ الخشب كويسة ولكن بتتكسر بسرعة، دي بقالها معايا حبة حلوين بس مجرالهاش حاجة، هي غالية اغلى من الخشب 3 اضعاف طيب او ضعفين تقريبا، انا ببص على ايزابيل او ضعفين تقريبا، دي عاملة مش عايز اقول لكم المبلغ بس معدية 350 جنيه، قشطه، عشان دي استيراد تركي، في طبعا اقل وارخص بس انا دي عجباني بصراحه وتحفه، ما بحسش ان انا بسرح شعري اصلا، يعني بجد ما بحسش ان انا بسرح شعري خالص، لطيفه بطريقه تشككك في ان انت بتسرحي شعر، يعني مثلا بصوا انا بسلك الشعرايه في ثانيه الا ثانيه بيها، خطيره وبجد بجد بتقلل ان الشعر يقع وانت بتسرحيه بطريقه غريبه، يعني انا ذات نفسي بستغرب ايه ده مش فاهمه، حاسه ان انا ما سرحتش اصلا، يعني ايه كميه الشعر القليل ده، بجد 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 خطير. طيب احنا عملنا حمام زيت وغسلنا شعرنا وسرحنا شعرنا بالقمر ده، ايه بقى اللي ممكن اعمله بعد الشاور يحافظ لي على النتيجه اللي انا خدتها من حمام الزيت ومن الروتين الكامل؟ هقول لكم دلوقتي، هقول لكم اول حاجه لازم نستخدم ليف ان، لازم 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 ليف ان في الحوار، ما ينفعش تستخدمي الماسك وبعد كده تسرحي وخلاص، لا هنسرح بليف ان. الليف ان ده من ايفون بصراحه، هو مش عاجبني، مش افضل ليف ان استخدمته، ولكن برضو انا كنت بجرب المنتجات بتاعه ايفون. الليف ان ده جل كده فمش بيرطب الشعرايه بعمق، ولكن في انواع من ليف ان بجد خطيرة، بتخلي شعرك ناعم ومترطب باقي الشهر. لو انت يعني انا ساعات اقول لكم بيبقى في ظروف ما بعرفش اغسل شعري لمدة 7 ايام او 8 ايام، طبعا شعري بيكون ساعتها المفروض يكون جايب اخره، في انواع ليف ان بتخلي شعري مترطب لحد اخر يوم انا المفروض اغسله فيه، ده بيخلي شعري مترطب بعد حوار غسيل الشعر ب4 ساعات مثلا، وقشطه شكرا على كده، مشوفش منه اي نتيجة تانية. بس احنا لو استخدمنا ليف ان صح الدنيا معانا هتكون مختلفة. الفترة الجاية انا هجيب كريم كده ان شاء الله يا رب يكون موجود من منتجاتي، كريم هندي بالحشيش، حد سمعنا دلوقتي؟ تحية مصر يا شباب. ده المفروض ان هو هيكون بيرطب الشعر كويس جدا وهيعالج لي شوية من شعري انا متأكدة، فلما برضو اجيبه واجربه اكيد هقول لكم ريفيو كده عنه يكون خطير. بس الاساس انا بكلمكم عن الليف ان، لازم تستخدمي ليف ان. طيب بقى احنا كده اتكلمنا عن الروتين بتاع غسيل الشعر، روتين اطاله الشعر، ايه ممكن اعمله كل يوم حاجه بسيطه وخفيفه، خاصه ان انا مامي، يساعد في اطاله شعري ويساعد في ترطيب شعري، وفي نفس الوقت اشوف ان مفيش شعر بيتساقط يوم بعد يوم، او اقل يعني، او احس مثلا ان الشعر قليل جدا يوم بعد يوم، ان انا اساعد نفسي بس بطريقه يوميه، ما انا مش هستنى كل اسبوع، في ناس بتكون عايزه اللي هو تسرع اكتر واكتر. منتجين بس بجد، اول حاجه تستخدمي اي لوشن يساعد في اطاله شعرك، اي لوشن حرفيا، اي لوشن هيساعد في اطاله شعرك، لوشن يومي. اللوشن ده من تويست اند جو، خطير بحبه قوي، وبرده بحب اللوشن الالماني اللي هو من لونج هير تقريبا حاجه زي كده، تحفه. اللوشن بتاع لونج هير الالماني اكتر لوشن ساعد في اطاله شعري، تمام. كان في فتره كده شعري كان محتاجه جدا بعد ما ولدت، طبعا انتوا عارفين بعد الولاده الكوارث اللي بتحصل في الشعر،
كنت محتاجاه جدا وبجد ساعد شعري في الفتره دي بطريقه وهميه، بس ده برضو حلو، ده البديل بتاعه يعني بالنسبه لي. بس استخدمي حاجه بتريحك، استخدمي حاجه سعرها مناسب، اهم حاجه تستخدمي لوشن بشكل يومي. طيب ايه تاني؟ نستخدم اي سيرم احنا بنحبه. السيرم ده جديد لسه هجربه من ايفون، لسه ما يعني ولسه جديد اهو، بس مش بقول لكم هاتوا ده، انا بقول لكم هاتوا اي سيرم انتوا بتحبوه، خاصه السيرمز الغاليه، عشان اي سيرم رخيص بيكون فيه سيليكون، بيكون فيه مواد مضره للشعر. طب احنا نتجنب كل ده ونستخدم سيرم غالي. السيرم هيحافظ لك على ترطيب اللي انت خدتيه من حمام الزيت، وهيساعدك في تسليك شعرك، خاصه لو في بقى شويه حاجات كده واقفه معاكي في السكه، فالسيرم من الحاجات اللي هتساعد شعرك على الترطيب وقله التقصف. ما هو لو انت بتسرعي شعرك من غير سيرم وفي مثلا شويه اشتباك في شعرك، جيتي عملتي كده ما هيقع من جدره. يعني يا جماعه لازم نساعد نفسنا ونفكر شويه ونشتري منتجات. في ناس بقى بتكلمني تقول لي انا عايزه اطول شعري بس روتين يكون اقل من 500 جنيه. طب قولي لي بجد، خلينا واقعيين، عايزه تهتمي ببشرتك او شعرك؟ مكلف او مكلف، محدش يضحك عليك ويقول لك لا لا الموضوع مش مكلف وما تسمعيش كلام الناس، لا مكلف. انت هتجيبي غسول اقل حاجه ب 200 جنيه، المرطب بتاعك 200 جنيه، ده غير الليب بالم، غير الاي كريم، غير اي سيرم انت يكون عندك مشكله فعايز تشتري سيرم يعالجهالك. احنا بنتكلم في واقع يا جماعه، انا بتكلم على ارخص الغسولات، انما غسولات كوريه، غسولات تركيه، غسولات مستورده، الموضوع بيعدي 350 و400 جنيه. المرطب نفس الشيء، حاجات الشعر غالية جدا 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 لو انت عايز تشوفي منها نتيجة، فادفعي هتلاقي نتيجة. ما تخليش حد يضحك عليكي ويجيب لك بدائل رخيصة او حاجات ما لهاش اي ثلاثة لازمة، وهتدفعي على الفاضي ومش هتلاقي نتيجة. على فكرة ممكن تدفعي تلاقي مثلا حمام زيت ب 100 جنيه مثلا، وتلاقي الشامبو مثلا ب 150، دفعتي 250 بس والله ما هتلاقي نتيجة، خلينا متفقين. فاللي عايزة برضو تحل اي مشكلة من مشاكل شعرها، ده اللي بستقبل، تدخل تكلمني وهرشح لها روتين جامد وكامل جدا من عندي، بجد بجد هتلاقي نتيجة من اول استخدام.